سلط الاحتفال التاريخي لمراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، سلط الضوء على الملابس العريقة التي ارتداها الملك تشارلز على غرار أسلافه في احتفالات التنصيب. الملك تشارلز ارتدى خلال حفل التتويج ثيابا ارتداها سابقا جده الملك جورج السادس، كما ارتدت الملكة كاميلا الرداء الرسمي الذي صنع في الأصل لترتديه الملكة الراحلة إليزابيث. تتويج بعبق التاريخ وبطقوس عمرها 1000 عام، هكذا وصف الاحتفال التاريخي الرسمي لتتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وعلى غرار 40 من أسلافه توج تشارلز الثالث في كنيسة وستمينستر في ثاني تتويج متلفز مباشر ينقل للملأ. وحينما نتحدث عن مراسم تنصيب ملوك بريطانيا لابد أن نتحدث عن الأزياء العريقة الخاصة بالحدث، حيث دعمت إطلالة الملك تشارلز آرائه في المحافظة على البيئة عن طريق إعادة التدوير بارتدائه ثيابا ارتداها أسلافه، إذ ارتدى تشارلز الثالث ثيابا ارتداها جده الملك جورج السادس، بالإضافة للوشاح الإمبراطوري المصنوع من القماش الذهبي والذي صنع في الأصل لاستخدامه في مراسم تتويج الملك جورج الرابع. في حين ارتدت الملكة كاميلا الرداء الرسمي الذي صنع في الأصل لترتديه الملكة الراحلة إليزابيث في حفل تتويجها عام 1953، في حين ظهر ولي العهد البريطاني وقرينته بردائين رسميين، حيث ارتدى وريث العرش الزي الرسمي للحرس الويليزي. هذا وارتدى أفراد العائلة المالكة ملابس زاهية الألوان بجانب الحلي الأنيقة على الرأس، أما المدعوون من مختلف دول العالم حرصوا على ارتداء ملابسهم التقليدية التي عكست ثقافة أوطانهم.